أجرت كاميرا قناة تن جولة برفقة الحملات التموينية بمحافظة البحر الأحمر على المجمعات الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة للاطمئنان على الالتزام بتسعيرة البيع. شايف ان الناس عايشه في قلق، وفي برضه ضعاف نفوس عاملين يعني اشاعات بدون اي داعي وبدون اي سبب ان هو في ارتفاع اسعار. طبعا الاسعار دي احنا عارفين ارتفاعها يعني مفتعل، ولذلك احنا مكثفين الحملات الرقابيه ليل نهار بالتنسيق مع مباحث التموين، بالتنسيق مع الزملاء في جميع المدن. يعني احنا خلال ال 24 ساعه الماضيه اكثر من 50 قضيه تموينيه على مستوى المحافظه معموله. عايز اطمن الناس ان الارصده متوفره عندنا، عندنا ارز، عندنا سكر، عندنا زيت بارصده تكفي لمده 5 شهور عندي في المحافظه. يعني في حملات مسائيه وصباحيه يوميه تجديد الرقابه على جميع السلع الغذائيه الاساسيه. حررنا اكثر من 400 قضيه خلال اسبوع. يتم برضو اقامه معرض اهل رمضان بجميع مدن المحافظة. جميع المواد الغذائية والتجارية متواجدة بصفة مستمرة، وما فيش يعني الناس برضو يعني تشتري في أي وقت، كل حاجة متوفرة.